يا بابا بقى انت مش كل حاجه تقعد تعمل لي كده. انا مش عايز انام، انا مش جاي لي نوم. بتقول لك ولا موز ولا موز بتموز يا بابا. في طب انت كنت رايح فين؟ انت مال ايه؟ مالكش دعوه بيا. يعني ايه ماليش دعوه بابا؟ كنت في كنت رايح فين دلوقتي انت؟ كنت رايح مشوار. انا مشوار ايه؟ الله 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 الله. ايه ست الله يا رحمه، بتسمعي فيروز ولا ايه؟ انتوا رايحين فين بقى ان شاء الله؟ جاوب انت، انت الاب. انت الابن يا سيدي، جاوب. معلش دي مراتك. وانت ابنها. معلش انت اللي اتجوزتها. وبالي على اليوم اللي انا كلفتك فيه. ما ده كلامه. لا الاستاذ، الاستاذ بغبائه وتفاصته يروح مادد ايده على صابع موز نيجيري قد كده، يروح اكله بقشره بقشره. أنا؟, انا ايوه مش انت تعبان؟ تعبان انا. اه يا ماما الموز هنا. اه يا ماما هنا قوي. الم 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 فظيع يا ماما. وطبعا هتروحوا له الدكتور وانتوا بالشياكه دي. اصل دكتور انف وموز وحنجره لازقه واذن، يعني واذن وحنجره، عنده تلبك في الحاجات. ودكتور انجليزي. ايوه ماما، بس انا عندي مغص مش عارف اترجمه. حلو كده. يا راجل انت وهو هيخش عليا انا الكلام ده. اسمع يا واد، انت تبطل صرمحه لحسن، هطلع عينك. صرمحه ايه يا بابا؟ صرمحه ايه؟ انا اللي قلت حاجه. ايه اللي بتقول صرمحه؟ انا مالي انا؟ صرمحه ايه يا ماما؟ يا ماما انا اكتر شاب ملتزم في البيت ده، واكبر شاب ملتزم في المنطقه كمان. انتوا في ايه؟ انتوا عايزين تموتوني. انتوا مش هترتاحوا غير لما انا اموت. ايوه، وبعد ما اموت تقولوا اكمل كان عنده حق. اعرفك جامع. انت هتهزر يا بابا بعد ما اموت؟ انتوا ليه عايزين تصنعوا مني ولد معقد؟ بل صنعتوه بالفعل. بل ايه؟ انت بتمثل في فيلم كرتوني. بل ايه دي؟ اسمع يا واد، انت مش هيهدك غير الجواز. الحقني يا ماما. ماما تمنى تحترم نفسك. انت حوارت يا بابا. ما انتوا بتوتروني يا ماما. يا ماما يا ماما بقى بلاش الموشح ده. الحق يا بابا بقى تخش لي في موشح بقى. انت لازم تتجوز. انت سنك عدى اللي سنك متجوز اربعه. متجوز اربعه يا ماما. يا ماما انا مش هتجوز في الفتره دي. انا مستني بنت الحلال اللي اقتنع بيها. وبعدين الستات خطر قوي في الفتره دي يا ماما. دول كذابات قوي. البنت بتقول لي انها في دبي وهي في زايد 2000. عادي، ما خدتش التاشيره، رجعت تاني، روحت نمت. دي مش جمله على فكره، تقول اي كلام. ليه روحت نمت بعد الشرطه؟ إيه؟ بعد المطار. يا ماما انا عايز واحده اثق فيها. دول كمان عاملين برنامج الستات ما بيعرفوش يكذبوا. ده الكذب في العنوان نفسه. عادي، يعني هو برنامج الساعه 10 ده بيجي الساعه 10 بالظبط. والله ما بتقول جمله يا بابا. هو عادي جدا. مين اللي بيتعامل مش بس كلام الفارغ اللي بتقوله ده. اسمع، انت هتتجوز منى بنت خالتك. منى زي الفل. ايه منى زي الفل؟ ده شامبو. يعني ايه زي الفل يا ماما؟ زي الفل بالنسبه لك انت، مش بالنسبه لي انا. انا قلت لك 100 مره منى دي بنت خالتي بس، والحمد لله اني وافقت انها بنت خالتي، لان محدش خد رايي. انا لو سالوني هقول لهم مش عايز يا ماما، مش عايز. انا مش هتجوز منى هيروشيما. اخرس، اوعى تقول على بنت خالتك هيروشيما. اسمعش انك تقول الكلمه دي تاني. يا ماما اصحابها كلها بيقولوا عليها هيروشيما. اخرس. لا والله، بيقولوا ان انفجار هيروشيما بدا زي منى بالظبط. منى النسمه الجميله الرقيقه الورده المفتحه. سلكه، دي سلكه بتبقى ماشيه طايره زي الفرخوخه بتطير كده. إيه؟ بتطير. فرخوخة. ايوه يا حبيبتي، دي ما بيطلعش من بقها العيبه يا اخي. وهيطلع من بقها العيبه ازاي؟ ما بقها مشغول بالاكل دايما، العيبه واقفه مش عارفه تطلع يا ماما. بص بقى، مفيش بقى كلام بعد كده، مفيش خروج انتوا الاثنين من الباب ده. سامعيني كويس ولا عارفه اقول ايه؟ انا عن نفسي كنت انا رايح غصب عني. انا عمال يقول نعمل لك بقى غسيل المعده وخلاص، نعمل لك حقنه شرجيه. شرجيه ايه يا بابا؟ انت بتقول انت هتكذب وتصدق الكذب. مالك؟ خلاص ما تردش بقى، كنسل. ادام انت متضايق كده. لا مش متضايق بقى، هيخلص شحن. هات ارد انا. لا 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 لا. ايه يا رمضان؟ بعود الايام يا حبيبي، اخبارك ايه؟ ماله صوته رفيع قوي كده رمضان؟ عشان الكنافه الارسال. ايه يا رمضان؟ ايه يا حبيبي؟ حاضر يا حبيبي، كان عندنا بس شويه تعب هنا بسيط. كان في حقن شرجيه وحاجات كده. ايه ان شاء الله. حاضر يا حبيبي. تعبان قوي. طيب بقول لك ايه؟ سامعني كده؟ اوعى ايدك ديت. فرخوخه. ماشي. زي الفرخوخه. حاضر. مشكلتك يا رمضان انك بتهجم علينا كده من غير ما نعمل حسابنا. مع السلامه، اكلمك. اهلا وسهلا. مساء الخير. يا مساء الجمال والهنا، اهلا وسهلا بيك. احنا اسفين بس احنا الجيران الجداد. الجيران؟ يا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا.
مش عايزين نزعجكم. لا 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 لا، ازعاج ايه وبتاع ايه؟ ده انتوا نورتونا وشرفتونا. الله يخليك. مين يا حسين؟ ده رزق من عند ربنا. ده الجيران، الجيران، جيران جداد. معلش يا مدام، اصل احنا نسينا المفتاح، فلو يعني نمره صاحب الشقه، قصدي صاحب العماره، عشان نكلمه يجيب لنا نسخه من المفتاح، او حتى نكلم اي نجار قريب يكسر باب الشقه. لا مش يكسر باب الشقه، يعني يجي يغير الكالون. طبعا طبعا، ده انا ممكن اقوم بالمهمه دي، سهله جدا. اخرس. والله العظيم. والله العظيم، وانا ما بحلفش كذب، لان ده حلفان انا هتسال عليه. أيوة. انتم نورتم. قلتها لكم انا قبل كده على الباب هنا، قلتها لكم. طب ما انا ما تحرجنيش بقى. تشربوا حاجه ولا نتعشى مع بعض ان شاء الله؟ حسين قصدي ما لحقوش العشاء، كنا نتعشى مع بعض قصدي يعني. انت مش كنت رايح لرمضان؟ ده راجل رمه وقليل الادب، سمعتي اتعامل معايا ازاي في المكالمه؟ صوته ما عجبنيش خالص، حد الله ما بينه وما بينه بعد كده. احنا مش عايزين نعطلكم. لو ممكن بس معلش تليفون صاحب العمارة. يا فندم ده انتوا نورتوا، نورتوا الدنيا كلها. حسين خش هات الرقم من جوه. تعال انت بتهش عصفورة. تعال معايا يلا. تعالى معاك ايه؟ ما قالت حسين هات الرقم، مش حسين يا ماما لوحده. ايوه حسين لوحده. خليك واقف جنب امك هنا. حاضر. معلش بعد اذنك ممكن لحظة؟ شايف كده كويس؟ لا لو سنة كمان كده ميرسي قوي. وانا شفتك قبل كده؟ لا ما اعتقدش، اصلا انا اول مره اجي هنا المنطقه يعني. لا انا قصدي يعني اني شفتك قبل كده، لاني يعني فريم الوش مع الرقبه مع الحسنه يعني شفتهم قبل كده. انتوا كنتوا ساكنين فين قبل كده؟ في الزمالك. ساكنين في النادي نفسه؟ ينفع يا ماما؟ وبالذمه في حد يسيب الزمالك ويجي يسكن هنا؟ يا مدام الزمالك ما بقتش زي الاول، الزمالك بقت زحمه، ما تعرفيش تكني عربيتك، ما تعرفيش تمشي بالبوبي بتاعك زي زمان، ما تعرفيش تنفسي، كلها بقت مفروش. فين الزمالك؟ فين الزمالك؟ فين الزمالك؟ فين؟ فين الزمالك ايام حماده هلال، حماده امام، وصالح سليم، وروي روي، يا ايام ايام. مش عارف برضو، حاسس ان انا شفتك قبل كده، مش عارف، اصل انا ذاكرتي فوتوغرافيه قوي. تاخد الوش شويه برضو. ايه ريحه حلوه كده عشان اخش عليها اجيبها لمسه اكتاف على طول على طول. بصلي. حاضر. بقول لك بصلي. بس بقى ارش الرشه دي، ارش الرشه دي. حط عينك في عينيا، بذمتك انت كنت رايح لرمضان؟ ورحمه امك يا رحمه الغاليه عندي. كذاب. ما دام حلفت بامي الغاليه تبقى كذاب. بقول لك ايه، انت تاخد الرقم دلوقتي وتروح لها ترميه في خلقتها وتوزعها من هنا على طول. تعشى رحمه، الناس دي اول مره تيجي عندنا، اول مره يقول علينا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه يا اخي. الله، وشكلنا يوه مش مهم. رحمه ما تعمليش كده، الجار للجار. كان زمان الناس دي شكلهم بتوع زمان فعلا. جرالك ايه؟ في ايه يا حسين؟ مفيش حاجه رحمه، افرض حد قصدك تفك له 10 جنيه مش هتفكها له؟ بقول لك ايه، انت تروح دلوقتي زي ما بقول لك كده، تروح ترمي الرقم في خلقتها وتوزعها من هنا حالا. يلا. حاضر اهو يلا. فورا. رحمة انت شربت عصير النهارده؟ لا لسه. ماشي.